إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الكحة المصحوبة بالحمى. طبعا الكحة المصحوبة بالحمى خفيفة، ممكن تكون خفيفة، ممكن تكون سيلان في الأنف، فهذا يعني على أن إذا كانت الكحة عند الأطفال تعاني من هذه الحالات ممكن تكون خطيرة شوي. وعلى الأرجح أن الطفل مصاب عادة بنزلة برد أو الإنفلونزا. أما إذا كانت الكحة عند الأطفال مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة فوق 39 مئوية، فإن الطفل قد يكون مصابا بالتهاب الرئة، وخاصة إذا كان يشعر بالضعف ويتنفس بسرعة، فهذه الحالة يجب مراجعة الطبيب فورا من أجل تلقي علاج الكحة عند الطبيب المناسب. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.